هلا حبايبي، شلونكم؟ شو اخباركم؟ رجعنا لكم بحلقه جديده، واليوم الحلقه نار انا نرجوسه. اليوم تحدي بيني وبين نرجوسه، تحدي الحظ. اليوم راح نختار مجموعه سنابات ولا على التعيين، ونشوف كل من وحظه، نشوف حظ احلى لو حظ نرجوسه وش راح يطلع لنا. هلا لايك واشترك بالقناه، يلا تعالوا نشوف الحظوظ، شاكيد حظ احلى ان شاء الله. واول فلتر راح نشوف نرجوسه ايش يطلع حظها، ولا على التعيين راح نختار فلتر ونشوف ايش يطلع نرجوسه. تعالوا يلا خلينا نشوف حظ شيء اكيد حلو يطلع. واول فلتر النرجوسه بقى حظها ايش طلع؟ طلع ابو شوارب العقرب. حتى لو زين اقرا ابو شوارب قام يحار. خلينا نشوف فلترك. خلينا نشوف فلتر ونشوف الحظ ايش ضامني بعد شوارب. ما كان جوستيكم على البلاي ستيشن هسه قاعد تعيب علي. خلينا نشوفك يلا الفلتر مالك. والله حلو، تعالوا يلا خلينا نشوف فلتر. وفلتر طلع الكائن الفضائي الذي ياكل الجواز ياكل نرجوسه. شو رايك بشوفتك؟ حتى بشوفتك خضر. لو بخليك بشوفتك خضر بعد. ليمون توجه اخضر شنش طويل وانت وجهك اصفر. لا 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 خلينا نشوف نرجوسه ايش ضامن لها. شنو هذا الفلتر؟ يا شنو هذا الفلتر؟ صدق مو حلو. طالع كأنك طباخه. حلقه هيك. وربكم تشبه من نرجوسه؟ اكتبوا لنا بالتعليقات تشبه من. وجه. نرجوسه لو وجهك شو تسوي؟ كل ما سوى عمليات تجميل وهو سوى وجهه حلو. تعالوا يلا خلينا نشوف حظي ونجرب الفلتر مالي. صديق شوفي شنو هالسناب. اخ تعالوا انا خلينا نشوف السناب اللي بعده. وتعالوا يانا نشوف سناب نرجوسه ايش ضامن لها الحظ. مكياج شعر طويل واصفر. هاي ما صار وشعر كذا. بس لو صار بنيه ما طلع حلو ولا لا؟ لا مو حلو. نشوف عندك وينك قاعد؟ كافي كافي تعشي ان شاء الله كافي. تعال خلينا نشوف انت حظك ايش يطلع. ان شاء الله حظك يطلع مثل حظك. حلو ان شاء الله. صديق كذيب. شنو هاي؟ ما له شخص. ياو. تعرفون يا امي؟ ياو. خالي آية خليل. ولج ولج عيب تحبك هي. ها طبعا قصفة الإعلامية آية خليل. إذا واحد إجا باساني من خدي أدفعيك بخدك أضربه. هاي مو خدود شواكيك هنا مخلين شواكيك. إي إي أحسن عندك. هاي طبعا من بوتوكس. هاي شغلة البوتوكس شوفوها. هاي تالية البوتوكس باعوها. ما له خدود صدق تبي. عم. عمار هذا وجهك لو فلتر. ها هذا وجهي وجهي. اي دي بطلق قصب بطلي. بعد تونه حمر. يجوز ماكله ناسي. لا اكل رمانه هواي. اكل مرقه. هذا الماغ دا ياكل رمانه وما قريت دمه خشمه وخدوده وحجر. اوه راح ظل اصنف عليه. تعال خلينا نشوف السناب ايش راح يطلع. بس حتى قصته لان من واحد ينام ما نقدر. بس حتى يغسل وجهه بالهاي. يا عمي بقى الطقور بقى الفلوس مو المعنى الحقيقي. عد فلوس بقد شعر راسي. شوفوا شوفوا هاك هاي بس واقع. كافي يلاك. طيني طيني هاك. طبعا راح تصير مغرورة هسه وتنغار وظلمة تتحاشى وياي بعد. عد فلوس عد فلوس بقد شعر راسي. ملايين ملايين بابا الملايين. راسك ما يوجعش من قد ما شايلتين؟ طينا من يمين. من كثر ما عنده واي فلوس خليتني بشعري. تعالوا يلا خلينا نشوف. لا تحول انا لي الحمد لله. يلا 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 يلا. ما شنو هذا وجهك؟ وجهك كنا موزي. موزي بس تافه. ها لا مو موزي عرموطي. هاي مو عرموطي. هاي عرموطي تايخه من الشمس. طاقتها الشمس قوي. ونب ونب وعسنونك هيجي. لك عرموطة عرموطة نعرضك من نانا ومن نانا. وانت عرموطة بصدق بس أحلى منك مهما يكون أحلى منك أبقى. لا شوف هون الجمال. وين جمال؟ شوف الجمال هنا الجمال. اختار يا متابعين. اختار يا متابعين. اختار يا متابعين. يا الأحلى أنا الوالمار. أنا أكيد. أنا شيك تبغى على ناقة. تبغى على اللبس الزين البيرة. غمزة أوقع خمسة. طبعا هذا السناب الحقيقي لوجه نرجوسه. هذا وجه نرجوسه الحقيقي بدون اي سناب وبدون اي فلتر. وهذا طبعا كل شيء ما طلع لك هذا هو وجهك الحقيقي. شو كنا موزي كنا خنجر. لا موزي موزي حتى الموزي بقد راسي. هسه اقدر اروح اجيب موزي واعمله على راسي. بس الموزي هيك مثل يابا متابعينا الاحباء مو تشبه نرجوسه. دقيق دقيق نرجوسه بالحقيقه بدون سناب مو هيك وجهه. دقيق دقيق
لا انا نيقه وجيت بالطول كنا سجفه مال القطار بالحقيقه هذا سجفه مال القطار لو وجد نمشي هذا كنا شارع كنا شارع عام تعالوا مش علي انا شارع عام تعالوا هذا الذكرى بس ما اتذكره شنو تذكرينه شنو ما تذكرينه الذكرى انا عاوز جمله مفيده ايش ذاك انا اعرف الشخصيه بس ناسيتها انا اعرفها اعرف اقلش بيها شنو تذكرين بس ما تذكرين يا بس سامعين ايش مثل سامعين ايش عدقون وجهها ما ادري هو شخصيه كرتونيه طبعا اي المتابعين راح اقول لنا ارتسل ولا لا داخل هي حرقه بقلبها هذا ما حرق شيء عام هاي شخصيه كرتونيه كانت تطلع قبل اسمها يمكن اتذكرها اللي يعرفها يكتبنا بالتعليقات كنت اذكرها بس ما اتذكرها ما ادري ليش تذكرين بس ما تذكرين اتذكرها بس ما اتذكرها لو مكذب اتذكرها بس ما اتذكرها يلا ما يخالف عاد انت تذكرينها تذكرين صدق لو قالوا مطي صدق لو قالوا مطي وليش هذا مو ميح مو طلي هذا مطي مطي؟ اي مطي لعد هذا بارجو هذا جيب الجت صوت هايشه صوت هايشه معوده ها صوت هايشي ها صوت هايشي يا مطيب اوه راح دوخنا تعالوا انا خلي نشوف نايمة اسنانك مكسرة اني ورداني يا بل شكلي جميل ما احلى جمال لما نموت طبعا نفس سنون كم مكسرة لا سنوني بس شوفوا بس شوفوا مو نفس السنون شو هذا السن ثلاثة و اثنين خمسة وعن أكثر من خمسة أبا قلبي شو تقولون ما تشبه سنون نرجوس لا لا ما يشبهني أنا سنون أكثر وسنون كلش وقعت بس أنا بس خمس سنونات أنا مالك أكثر سنونات خش بسطولات إذا خش من هيك شيء يعني بالحقيقة مو بدون سناب أوقع الماضي لا هذا اللي كذب يصير ايش خشمه خلوا بالكم لا احد يكذب دير بالكم تكذبون شو تقولين النصيحه لا احد يكذب اي نصيحه تصير خشمه ويصير سنونا واقعه انا جالسه اكذب كذب صغيرونه صار خشمه هيك لا احد يكذب دير بالكم اي انا دير صار هيك خشمه مو دير اقعد بيك اقعد انا جوكر لعان جوكر من تجيب جوكر من بار الشرجي انا ملكيك الجوكر اتحداي الشطب هل جدك هاي جاي تحكي لنا نرجوسها اغنية على التيك توك بس ناس اعرفها بس ما اعرفها يوم شبيش تذكرينا بس ما تذكرينا تعرفينا بس ما تعرفينا انت مو جوكر حبيبي انت جوكر من باب الشرجي لا انا جوكر من الشرادقي الشرادي شنو الشرادي؟ الشرادي هذيك الرادة بشلتينا هذا وجهك الحقيقي هيك يعني لا مو وجه مو وجه الحقيقي سؤال لو بالليل طلعت تشربون مي وتطلع لكم هاي الجنيه شو تسوون؟ خوفهم واكلهم كتبوا لنا بالتعليقات شو تسوون شو ردت فعلكم؟ هذا انا من كنت صغير الله انا ماري بيبي انا ماري بيبي قلوا تعيد علي الناس كتبني ابن هاشي بنت هاشي بطلعت بشعر من وراك اسكت طف طف عاد انت جاي تنام خلنا نمثل عاد انت جاي تنام نعم حبيبي السعيد راح يجي جورك راح يجي جورك راح يجي ياكلك ياكلك نعم نعم هاي الأمهات من تريد تنومون بالهن مو تريد تنومون تريد ترعبون صديق قديش ليش الأم العراقية من تنومة بنها تقول لها نام لا يجيك السعلو أدري أنت جاي تنومينه لو تخوفينه مرحبا حبايبي خلص المقطع أتمنى يعجبكم كبرنا من قد ما نصور وهسه وصلنا لنهاية المقطع وهاي وجوهنا من كبرنا خلوا لايك إذا عجبكم واشتركوا بالقناة شو أنت ما بيك شيء بغوان أكثر منك ليش؟ مو المرة تكبر أكبر من الزلمة بسرعة تكبر حجية جيبي لنا شايات شاي بيت بعد شو تريد مني؟ باي باي حبايبي باي جيب صدق لا يقليش الحجي صدق